بحب أروح، لكن ما أقولش الكلام ده. أخطر سؤال. يلا أهو أنت دي آخرة اللي مش عايز يتكلم معانا بصراحة. أعمل إيه؟ أنا لا نفسي أكون جنبك بس خلاص. جالك بقى في أتقل. ها جالك قدرك، مش دعوة. دي أول حاجة تلاقيت لي الراحة. يما ازيك؟ عامل ايه؟ ده كده رامز جلال. ها اقرا السؤال، هو مش هيمشي غير لما تقرا السؤال. اقرا السؤال ازاي؟ ده سؤال مش هديه. ومش مقلب. اخطر سؤال، ده اخطر سؤال ده بجد. محمد